الباب الخمسون ومئة. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.